كما نقولوا في الاحتجاجية. عاش الملك. اختي رئيس جمعية آفاق جنان اللوز وولد الخيرية سابقا لمدة 20 سنة الرقم الترتيبي 5911. جينا كنضامن مع هاد الوليدات لأنه باش يديروا هاد الوليدات كرقم باش خذ مليون ونص وخرج بحال هاتك. حنا ما عمرنا عشنا هاد الحالة اللي كيعيشوا اللي داروا هاد الدراري بحال هكذا. حنا خرجوا من الخيرية ديال عين الشق أوطور، خرجوا واحد المجموعة تاع الوليدات، ولكن باش طرد الوليدات في هاد السن ديال 20 سنة وتخرجوا من الشارع فبحال كتطلق واحد القنبلة موقوتة للشارع، لأنه كتقول لي خرج دير اللي بغيتي كريسي لا كما كنقولوا حنا ني بير ني مير بحال هكذا. ما كاين حتى شي واحد، ما عندك حتى شي واحد، خرج ولكن دير اللي بغيتي في الشارع. وهاد الرعايه الاجتماعيه لاش دارت الا وخصها تاثر على الوليدات وخصها تبني واحد الجيل مستقبل للوليدات. الدوله خسرت عليهم واحد الزباله تاع الفلوس، حنا بغينا هذوك الفلوس يبان الوطن، هاد الوليدات يبانوا في الوطن بانه خدامين للوطن. اما باش تخرجهم للشارع مباشره يباتوا في فهذا حاله يرثى لها، خصوصا انا داكشي اللي شفت دايرين الدراري صنادق دايرين هادشي ما كنتاسف بزاف، لانه باش توصل الاولاد الخيريه بهذه الطريقه توصلهم بهذا المستوى من طرف بعض المسؤولين ما غنقدرش كيفاش نوصلها باش توصلهم لهذ الوليدات بحال هكذا. انا ما قلبي بعدا غينفجر بهذا الشيء اللي طاري الوليدات. والسلام عليكم. استاذ حسن رئيس الهيئه الحقوقيه للعداله الاجتماعيه، حنا ماشي دايرين هذ الوقفه ضد شي واحد ولا دايرين شي، المشكل اللي عندنا هو مشكل قانون خاصو يسريع لهاد الوليدات. هاد القانون كان في عهد الحسن الثاني هو انه كيدمج هاد الوليدات ملي كيوصلوا لواحد العمر كياخذوا وظائف كيكونوا راسهم كيكون عندهم هدف في الحياه انهم كيمارسوا المواطنه ديالهم، وهما ما عندهمش عقاد نفسيه ملي كيكون باقي صغير كيعرف بان الدوله المغربيه الوطن المغربي راه ديالو هو ديالو. ملي كيتقدم في السن كيكون عنده ديبلوم ديالو كيمشي يخدم، ما عندناش معاهم مشاكل. ولكن حنا الان هاد الدراري جاو لقاو المصير ديالهم مجهول، فكيف يعقل اننا حنا اولاد هاد البلاد ولقاو واحد الوليدات ديالنا انهم كيعانيوا من مشكل ديال انه فين غادي يمشي. كنشكروا السيد العامل انه دارت واحد المبادره انسانيه عطات واحد كان زميل ديال المعاونه، ولكن هذه كنطالبوا حنا باعاده القانون ديال هاد الوليدات كما كان في الماضي، ان هاد الوليدات يخرجوا مباشره للعمل. ملي غادي يخرج للعمل غادي يخرج يكون الاسره، غادي يكونوا من احسن الاطر. هاد القانون اللي كيعمروا لنا به ودنينا اللي قال لك انهم تهلاو في الايتام تهلاو في المراه المطلقه او هذا، راه ما وصل لهاد الدراري حتى حاجه. اش غنديروا في هاد الدراري؟ اش غنديروا لهم؟ المؤسسات الاجتماعيه التربويه واعاده الادماج، نعطيوهم لهاد الاولاد فرص ونعتقوهم ما يخرجوهمش للشارع نلوحوهم في الشارع، راه ماشي حل. هاد الوليدات تكونوا وبغيناهم يكونوا كخدمه هاد البلاد لخدمه الصالح العام، ماشي نحطوهم في الشارع. الشارع راه ما بقاش ماشي حل، وهما ماشي كثار ولا غادي يديروا لنا مشكل، راه قله قليله ديال جميع المؤسسات اللي كاينه في المغرب راه غادي يحسبوهم غادي يفوتوش كاع 500 واحد. وبركاته، معكم حسن التيجي نائب الرئيس نائب الرابطه الحسنيه لحقوق الانسان. هذا المشكل ديال مليون ونص، هاد النزلاء ماشي السيد العامل اللي قالت مليون ونص، الناس ديال المسؤولين على الاداره هما اللي قالوا مليون ونص، قلبوا لنا على مليون ونص، نعطيها لولدك انا مليون ونص وشوي ولدك اش غيدير بها. الله يجزيكم بقلب على الحلول، ريحوا الناس مسؤولين ديروا واحد المحضر مع السلطه المحليه مع التعاون الوطني، ما بقاش خديق عشوائي نعطيك عطيك تحت الطابله، هادشي يكون محاضر وتكون السلطه المحليه في راسها. دري صغير نعطيه مليون ونص، مليون ونص اش غدير ليه؟ امشي يشرب يشري ماحيه ولا شي حاجه ويولي واحد متشرد. بركه المساس مسؤولين اللي كاين معاملات حي الحسني خصهم يبركوا مع هاد الناس ديال اللي مقابلين دار الرعايه ويبركوا ويحلوا المشاكل، ما يبقاوش يدرك التعاون الوطني المبادره. الناس مسؤولين المرشحين الاعضاء ديال مقاطعه حي الحسن يا حل، هذه امه هذه امه هذه خسرت، واش هاد الوليد غدا امه دابا تيباتوا في الصندوق عباد الله، قلبوا لهم على الحلول. السلطه المحليه خصها تقلب لهاد الوليدات على الحل، الله يجازيهم بخير قلبوا على الحل. حنا سيدي حنا مداربين على الدراري، حنا مؤازره مع هاد الوليدات باي طريقه بالقانون باي حاجه، حنا مستعدين لاي مسطره، ما نبقاوش نضرقوا بعضياتنا. الناس مازال مكتب، حنا مستعدين باي مؤازره مع هاد الوليدات وشكرا. حسن بوسلهام عضو في جمعية الشباب الوطني،
تنستنكروا هاد المسؤولين هادو اللي قبل هاد الشباب ادنوا الزلاء ديال هاد المؤسسه اللي طردوهم مقابل مليون ونص. هاد مليون ونص ما عندها ما تقدير، مليون ونص تعطيه للدري الشاب وسط الاسره ديالو، تعطيه سيمانه الدور ما تلقى عنده حتى ريال. ما بالكو هاد الشباب اللي بساكن من النهار ومشردين، الدراري تبارك الله بحال الورد ما يستاهلوش باش يكونوا مجرمين الغد. هذا راه قنبله موقوته، الا خليتي على هذا الحال توقع اي حاجه غتنوض من بعد، تكون غادي في الطوموبيل وتلقى راسك في اي لحظه. ولهذا تناشد المسؤولين باش يلقاو اقرب حل. بغيناش يقرب الانتخابات ونبداو نشوفو ونبداو نتعنقو ونبداو نتباسو من جديد. خاص حتى هاد الفصل 31 تيخول النزلاء الحق في الرعايه والطبيب والسكن. تناشدوا المسؤولين باش يلقاو لنا الحل في اقرب وقت. الله يخليكم. المسؤول هذا اللي غيلقى الحل، هذا المليون ونص اللي عطاه الولد وانا ما غاتقدو يهبط للمول، ما غيرجعش معاه. معزيز الشوكي الصحفي والحقوقي وكذلك المنسق الاقليمي للشباب الوطني فرع الحي الحسني، اليوم حنا كنستنكروا بشده هذه الواقعه اللي كيوقعوا لها الدراري، وكنناشدوا الرؤساء ديال هذه الخيريه انهم يشوفوا في انظار ديال الاطفال، وكنناشدوا صاحب الجلاله، وكنناشدوا المسؤولين الممثلين صاحب الجلاله داخل هذه الدائره، انهم يعني يشوفوا هاد الاطفال اللي عندهم حق في الرعايه والسكن والتطبيط قبل الفصل 31 من الدستور. وكناشدوا كذلك كناشدوا المسؤولين انهم يدمجوا في اطار الانعاش الوطني. الله يجازيكم بخير كمكفولين للامه، وكناشدوا صاحب الجلاله التعديل الدستوري والتعديل القانوني، وشكرا لكم. حاج عبد العزيز رئيس فرع الهيئة الحقوقية للعدالة الاجتماعية فرع الاستشفاء، وأيضا رئيس الجمعية المغربية للتأهيل والدفاع عن الأشخاص في وضعية الإعاقة. باختصار شديد، أولا كنستنكروا هذا العمل، أن هاد الشباب ديالنا اللي كنتمناو فيه أنه غيكون في المستقبل ويعطينا شي حاجة اللي في المستقبل اللي هي تستافد منها الوطن ويستافد منها حتى هو، كيف يعقل أننا هاد الوليدات غادي نطردوهم الشارع؟ هذه رسالة كنوجهها لأي مسؤول كبير في البلاد، أي مسؤول كبير في البلاد، حط راسك في بلاصة هاد الأول، أنت اللي وقعت لك هاد الواقعة ووصلتي لهاد السن وغيخرجوك للزنقة، إلا رضيتيها أنت حتى هما يرضاوها. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رحمون عبد اللطيف اللي عضو في جمعية حقوقية. باش ما غاديش نطول، وباختصار وهو تنطلب من السيد العامل عامل عمرة مقاطعة الحي الحسني انه تدخل، راها كتمثل سيدنا الله ينصرو في هذا الاقليم هذا اللي هو عمرة مقاطعة الحي الحسني، وتلقى شي حلول لهاد الوليدات. هاد الوليدات راه وليداتنا ووليداتها ووليدات المغاربة، ما يمكنش غندوزوهم، وما يمكنش في هاد الظروف اللي هي صعيبة شوية، كاين هاد المرض هذا، هاد الجائحة الخبيثة اللي كيعانيو منها، يعني حنا كمغاربة وكناس ديال العالم تنطلب حلول لهاد الوليدات. وهذا الشيء اللي كاين، والدور ديال التعاون الوطني راه خصو يكون. هاد الكلمة كنأكدها شحال من مرة، خص التعاون الوطني يتدخل هنا، أما باش نعطيهم فلوس لا، نعطيهم في البلاصة اللي غيعيشوا فيها واللي يعني مكونين، راه كاين اللي عنده تكوين، ساعدوه يولي حتى هو ما يبقاش عالة. هادو راه شباب، هادو راه فيهم الخير، هادو ان شاء الله غدا وغدا راه يعني راه مهزين المشهد. والسلام عليكم ورحمه الله.